بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ شرح الكارديو فاسكولار سيستم، وده واحد من أهم الشباتر اللي انت هتشوفها في الفسيولوجي، ومن أهم الشباتر اللي هيعتمد عليها الكلينيكال بإذن الله فيما بعد. حاول تركز معايا النهاردة، هنحاول ان احنا ندي انترودكشن بسيطة تفهم لك الدنيا ماشية ازاي، وبعد كده بإذن الله الأمور تبقى أوضح خطوة بخطوة هنمشي مع بعض. في الكارديو فاسكولار سيستم في شوية معلومات مهمة جدا تكون عارفها، انه ده اول سيستم بيتكون في الامبريولوجي، فاحنا تقريبا من نهاية الشهر الاول او نقدر نقول اول 4 أسابيع في الجسم بيبدأ يتكون الكارديو فاسكولار سيستم، ويبدأ ينبض القلب الصغير ده، ولكن معاه بتتكون الفيزلز. اسمه بالعربي هو كارديو فاسكولار سيستم، يعني الجهاز القلبي الوعائي اللي معتمد بصورة اساسية على القلب، وكمان هنتكلم على بعض الفيزلز الكبيرة في الجسم. طيب ناخد انترودكشن عن الكارديو فاسكولار سيستم، ونراجع بعض المعلومات اللي هنعتمد عليها في الشرح بتاعنا. في نقطة مهمة جدا لينا لما بنيجي نتكلم على القلب، احنا بنعتبر القلب في الطب قلبين، بنتعامل مع القلب as two separate parts. فعندنا الرسمة دي مهمة جدا انك تكون حافظها. لما اجي اتكلم على الكارديو فاسكولار او القلب عموما، بقول ان هو حاجة بتتكون من 4 chambers، يعني 4 غرف، وان الوظيفة بتاعته ان هو يعمل pumping، مضخة الدم. ولكن اهم نقطة والنقطة الجوهرية اللي هتفرق معاك في فهم الامراض، ان احنا بنتعامل معاه as two separate parts. اول حاجة بالنسبة لي الجزء الرايت، وبعد كده الجزء الليفت. مهم جدا تفهم تسلسل السيركيوليشن، وان احنا عندنا نوعين من الدورة الدموية. اول نوع اللي احنا بنسميه الدورة الدموية الصغر، اللي هي ما بين القلب واللنجز، وتاني دورة دموية اللي هي ما بين القلب وباقي أجزاء الجسم. طيب لما تيجي تفهم معايا الدورة الدموية، هنبدأ من الليفت اتريوم. أول حاجة أنا عندي 2 اتريوم فوق، أو 2 اتريوم، والمفرد بتاعها اتريوم، وعندي تحت 2 فنتريكلز يمين وشمال، ودول اللي هيكملوا ما بعد الاتريوم. الدم دخل في الليفت اتريوم، وده اوكسجينيتد بلود، ودي نقطه مهمه جدا تعرفها. لما يجي يتحرك من الليفت اتريوم للليفت فنتريكل، يفتح باب هنا مهم جدا تكون عارفه، بنسميه الميترال فالف او الصمام الميترالي، وده معلومه مهمه جدا عايزك تعرف ان احنا عندنا 4 ابواب مع الـ4 chambers، كل واحد فيهم بنسميه صمام، وده عبارة عن بوابة بتتفتح بتكون يا إما ثنائي الشرف أو الكلمة التانية اللي تسمعها ثلاثي الشرف. يعني إيه الكلمة دي؟ ثنائي الشرف يعني حاجة متكونة من 2 cusps، كل cusp فيهم بسميها شرفة، فحاجة بتكون متكونة من 2، لكن الباقي هيكون متكون من ثلاثي الشرف. يعني ايه ثلاثي؟ يعني انا لما اخد فيه كروس سيكشن وابص عليه من فوق الاقيه عامل زي علامه المرسيدس، ادي 1 2 3. الفالف الهدف بتاعه ان يكون الدم اونلي وان واي، بيتحرك من مكان للتاني ويمنع رجوعه الى الغرفه التاليه. الصمام الميترالي اللي انا قلت لك عليه ده اسمه الوحيد اللي هو ثنائي الشرف، هتلاقي بعض الكتب كاتبه لك ان هو باي كاسبت، لكن اسمه بالنسبه لنا هو الميترال فالف. نرجع تاني، الدم دخل للليفت اتريوم وعايز يروح للليفت فنتريكل، فتح الباب اللي عندنا اللي اسمه الميترال فالف، وبدا يتملي الدم هنا في الفنتريكل. الدم ده قلنا ان هو لازم يكون محمل بالاكسجين، عشان بعد كده هيروح فين؟ هيطلع في الاورطة. عايزك تكون متخيل معايا الاورطة، هنا امسح الجزء الرايت عشان تكون بتخيل معايا الاورطة. هنا في ارتر كبير جدا اسمه الاورطة، هيطلع بالطريقة دي ويلف حوالين الهارت، وبعد كده ينزل من تحت الهارت. طيب لما طلع كده اسمه الاسندنج اورطة، لما عمل اللفة دي اسمها الارش، ارش في اورطة، وبعد كده لما نزل اسمه ديسندنج، ولما عديت حاجة اسمها الحجاب الحاجز او الديافرام اتحول اسمه لابدومينال اورتا. طيب
نعيد تاني الجزء الليفت. الجزء الليفت الاكسجينيتد بلاد دخل للليفت اتريوم وبعد كده فتح باب اسمه الميترال فالف، وده الصمام الثنائي الشرف الوحيد من الاربعه، وبعد كده دخل للليفت فينتركل. الليفت فينتركل دفع الدم في الاورطه، ولكن فتح باب هنا هعمل له علامه المرسيدس اسمه الاورتيك فالف. بعد ما فتح الاورتيك فالف مشي في الاسندنج وبعد كده الارش وبعد كده الديسندنج، ولما عدى الدايفرام اسمه الابدومينال الأورطة، وبعد كده راح لباقي اجزاء الجسم. ده بالنسبه للجزء الليفت. تعالوا نرسم الجزء الرايت بنفس الطريقه. هنبدا مع بعض من الاتريوم. هنا الرايت اتريوم. الرايت اتريوم هيضخ الدم للرايت فينتريكل. في باب هنا بنفس الطريقه الدم جه هنا، ولكن الدم هنرسمه باللون الازرق. ليه؟ عشان ما فيهوش اكسجين، ودي نقطه مهمه. لما دخل هنا فتح باب جديد هنا او فالف اسمه تريكاسبيد فالف، يعني الصمام ثلاثي الشرف، ودي نقطه مهمه. يبقى هنديله علامه المرسيدس. الدم وصل هنا في الرايت فينتريكل وهيبدا ضخه في حاجه او ارتري جديد عندنا اسمه بالمونري ارتري، او اللي احنا بنسميه اللي رايح لللنج، او اسمه الثاني بالمونري ترانك. هنا في نقطه مهمه جدا، انك انت ده اول اكسبشن من اربعه اكسبشنز عندك في المنهج لارتري شايل دي اوكسجينيتد بلاد، ودي نقطه مهمه جدا لازم تركز عليه. لما يكون البلد نزل هنا وفتح الترايكاسبيد فالف وبدات املى الشامبر بتاعت الفينتركل، هنا هدخل هروح برضه زي ابيلي فالف جديد، هديله علامه المرسيدس يعني ثلاثي الشرف برضه، وهسميه اسم الارتري اللي هو بالمونري ارتري. طيب يبقى هنا عندي بالمونري فالف، وهبدا اروح في سكتي لمين؟ هبدا اروح الى اللنج عشان ده دي اوكسجينيتد، فهيروح ياخد الاكسجين. طيب لما اخذ الاكسجين هيبدا يرجع منين؟ ركز بقى معايا في الصوره دي، الصوره المصغره دي للليفت تاني. هيبدا يرجع للليفت، يبدا منين؟ يجي في الليفت اتريوم باربعه فينز صغيرين، كل فين فيهم هسميه البالمونري فين. فانا عندي اربعه بالمونري فينز يضخ منهم الدم اللي خد الاكسجين، وابدا املا الكافيتي بتاعت الليفت اتريوم. طب وبعد كده اعمل ايه؟ افتح الباب اللي اسمه ميترال فالف واملى الكافيتي بتاعه الليفت فينتركل، وبعد كده افتح الباب الجديد اللي هو الاورتيك فالف وابدا انتشر لباقي الجسم. النقطه المهمه اللي عايزك تعرفها انه في حاجه اسمها بالمونري فينز، ودي تاني اكسبشن معاك. انك انت عندك فينز وشايله اوكسجينيتد بلود. طيب نكمل اللفه بتاعتنا، وفي نقطه مهمه جدا عايزك تعرفها، هو لما دي اوكسجينيتد بلاد دخل الرايت اتريوم جه منين؟ عايزك تعرف انه هنا برضو في تو اوبننجز مهمين جدا. اوبننج فوق سميتها سوبيريور فينا كافا، واوبننج تحت سميتها انفيريور فينا كافا. الانفيريور فينا كافا جايه من عند الليفر، بتلم من هنا الدم، وهو ده اللي احنا بنسميه الوريد، وسمي الوريد وريدا لانه بيورد الدم على القلب. فانا جايب من عند الليفر هنا انفيرو فينا كيفا، وفتحت فين؟ فتحت في اكتر واحده على ناحيه اليمين اللي هي الرايت اتريوم، بدات اضخ فيها الدم، وفي نفس الوقت الدم جاي من فوق عن طريق السوبيرو فينا كيفا برضه عشان املى في الغرفه دي. ولما مليت في الغرفه دي اللي حصل؟ الدم اتنقل من الرايت اتريوم للرايت فينتركل عن طريق الترايكاسبيد فالف، وبعد كده راح لللنج عشان ياخد الاكسجين عن طريق انه فتح باب جديد اسمه بالمونري فالف. هرسم لك الصوره بقى متجمعه عشان تكون لميت الدنيا معايا. واحده هنرسمها بالاحمر ودي تعبر عن الاكسجينيتد، واحده هنرسمها بالازرق ودي تعبر عن الدي اوكسجينيتد. الرسمه الاساسيه بتاعتنا بقى بعد ما انت فهمت كل حاجه، ادي الليفت. الجزء الليفت داخل فيه أربعة فينز صغيرين اتفقنا على أساميهم، بالمونري فينز أربعة شايلين إيه؟ أوكسجينيتد، عشان ده اللي جاهز يخش للجسم أو يروح لباقي أجزاء الجسم. مليت الدم، فتحت باب جديد هنا اسمه
ميترال فالف الصمام الميترالي، وبعد كده عمليه الفنتركل عشان ابدا اروح في حاجه اسمها الاورطه. ده اكبر شريان في الجسم. هنا هنعمل علامه المرسيدس عشان نفتكر ان الاورتيك فالف ثلاثي الشرف، وبعد كده اسندنج ارش ديسندنج، وبعد كده ابدو من الاورطه. الناحيه الثانيه رايت اتريوم يفتح فيه حاجه اسمها الانفيريور فينا كافا، وجاي من فوق من عند الرقبه حاجه اسمها سوبيريور فينا كافا، وبدا يميل الدم من هنا ومن هنا، وبعد كده هخش حاجه اسمها تريكاسبيد فالف وهعمل علامه المرسيدس، وبعد كده هملا الفنتركلز، وبعد كده هروح عن حاجه اسمها بالمونري ترانك او ارتري، وهنا علامه المرسيدس معانا تاني، وبعد كده هروح يمين هروح للانج عشان اخد الاكسجين بتاعي. دي اول نقطه لازم تكون فاهمها، الدم رايح فين وجاي منين. طيب النقطه الثانيه اللي احنا هناخدها ان انا عايزك تفهم معايا بعض الحاجات في التكمله في الاورطه. لازم تكون عارف برانشات الاورطه عشان هنعتمد عليها في الكلام بتاعنا والشرح. لما يكون الدم خد الاكسجين بتاعه ورايح لباقي اجزاء الجسم هيمشي عن طريق الاورطه، وقلنا ان الاورطه هو اكبر شريان في الجسم. الدنيا بتتوزع ازاي او الدم بيتوزع ازاي؟ ادي الجزء الليفت، وده الجزء بالمناسبه اللي احنا هنكتر كلام عنه. ليه؟ عايزك تعرف نقطه، الاتريوم لوحده او تو اتريا عموما لو انت بتتكلم عن رايت والليفت نوت سفيشنت فور لايف. يعني ايه؟ يعني مش لازم يكونوا موجودين عشان الحياه تكمل. ده الاهم مين؟ الفنتركل. عايزك تعرف ان الفنتركل الشمال ثلاث اضعاف اكبر من اليمين، وعشان كده دايما هتلاقينا بنكتر الكلام ناحيه الليفت لانه ده اكتر واحد لو فقدته الحياه انتهت. فهنبدا نركز بقى من دلوقتي على الدنيا ماشيه ازاي والسيركيوليشن ماشيه ازاي. طيب ليه بنكتر كلام عن الليفت؟ عشان زي ما قلت لك تقريبا احنا بنتكلم عن ان الحجم ثلاث مرات اكبر واهم. طيب الجزء الليفت مهم جدا تكون فاهمه، زي ما اتفقنا البلمونري فينز جابت الاكسجينيتد فتح هنا ودخل الكافيتي بتاعت الفنتركل، فتحنا الباب الجديد اللي احنا سميناه الاورتيك فالف، وبعد كده طلعت اسندنج وعملت الارش، وبعد كده هنزل من ورا القلب اعمل الديسندنج، وبعد كده الابدومينال اورت. في نقطه مهمه جدا لازم تعرفها من عند الارش اوف اورت. الارش اوف اورت بيدي ثلاث برانشات لازم تحفظهم زي اسمك، اثنين ليفت واحد بريكيوسيفاليك. هقول الاسم تاني، اثنين ليفت واحد بريكيو سيفاليك. الليفت الاول اللي انت هتقابله هنا هو ارتري بيعدي تحت عظمه موجوده هنا في الرقبه اسمها الكلافيكل، العظمه البارزه اللي اسمها الترقوه او الكلافيكل، وطالما عدى تحت العظمه دي بتديله اسم صب، يعني تحت كليفيان، ودي جايه من كلمه كلافيكل. لما يعدي من هنا هيبدا يغذي الابر لين. الابر لمب كله معتمد على السبكليفيان ارتري. هنا الليفت سبكليفيان ارتري لف بالطريقه دي وبدا يتحول للاكزيلاري ارتري، وبعد كده البريكيال ارتري اللي انت بتقيس من عليه الضغط، وبعد كده يتحول للراديال والالنر. الراديال اشهر واحد اللي احنا بنشوف من عنده النبض بتاع المريض. طيب تاني نقطه، انا قلت لك اثنين ليفت واحد بريكيوسيفاليك. تاني واحد هتشوفه هنا هو الليفت كومون كاروتيد ارتري، وده اللي انت بتشوفه هنا اللي هو بنحس برضه عليه النبض. ده طالع للرقبه، احنا هنا بدانا، عايزك يكون خيالك معايا كده ان ادي الابر لين وهنا البرين، فانا كده طالع ناحيه البرين ليفت كومن كاروتيد ارتري. طب ايه اللي فاضل لي؟ اللي فاضل الاثنين الرايت من الناحيه الثانيه. ليفت واحد ارتري صغير كده يا دوب ممكن يكون 2 سم ولكن اسمه بريكيو سيفاليك ارتري. البريكيو سيفاليك ارتري هو اللي بيدي الاثنين رايت الناحيه الثانيه، هيدي الرايت كومن كاروتيد وهيدي الرايت سبكليفيان ارتري. طيب في نقطه مهمه في فهم المعلومه دي او الاسم ده، بريكيو سيفاليك دي كلمه لاتيني بتتكون من مقطعين، المقطع الاول بريكيو او بريكيوم ودي معناها ارم، المعنى الثاني او الكلمه الثانيه هي سيفاليك وده معناها البرين. فكان الارتري الصغير ده هو اللي ادى بريكيو سيفاليك. يبقى اذا هنعيد
البرانشات تاني بتاعت الارشف اورطة، عشان ده سؤال مهم جدا، البرانشات بتاعت الارشف اورطة اتنين ليفت واحد بريكيوسيفاليك، الاتنين ليفت هما الليفت سبكليفيان والليفت كومن كاروتيد، البريكيوسيفاليك هو اللي هيدي الرايت بتاع الكومن كاروتيد والرايت سبكليفيان ارتري. طيب عدينا الارشف اورطة وعملنا الديسندنج، وهبدا انزل عشان اغذي اللي هو الليم. انت كده غذيت الابر ليم والبرين. مهم جدا تكون عارف معايا ان ادي الحجاب الحاجز او اللي احنا بنسميه الدايفرام، وانا نازل انا اسمي ابدومينال اورطه. الابدومينال اورطه هيجي عند اللور ليم ويتقسم لحاجتين، اول واحد فيهم او اول برانشات رايت وليفت بسميهم كومن ايلياك ارتري. الكومن ايلياك ارتري بيتكون من حاجتين او هيتقسم لحاجتين، الاول فيهم اكسترنال والتاني فيهم انترنال. الانترنال هيغذي منطقه الحوض، والاكسترنال ايلياك ارتري حاجه صغيره جدا تكمل بعد كده الارتري المشهور اللي انت عارفه اللي هو بنسميه الفيمورال. الفيمورال هيكمل وبعد كده اوصل لحد اخر حاجه لحد الرجل، لحد ارتري مهم جدا هنا اسمه دورسالس بيس. وهو ماشي هيبقى فيمورال وبعد كده هيعدي من ورا الركبه، هيسمه البوبليتيال ارتري، وبعد كده هيتقسم لحاجتين، اول حاجه انتيرو تيبيال وبوستيرو تيبيال، وبعد كده انتهاء بالدورسالس بيس. كده انت فهمت لما انا بقول لك انه الليفت فينتريكل لما ضخ الدم طلع في الاورطه ومن الاورطه اتوزع لكل الجسم، لما راح للور ليمب انت متخيل معايا لحد رجلك وصل فين الدم، ومتخيل معايا الابر ليمب عن طريق التو سب كليفيان راح ازاي، وعن طريق الكومون كاروتيد رايت وليفت راح ازاي للبرين. بكده نكون خلصنا الانترودكشن بتاعتنا وهنبدا باذن الله في الدرس بتاعي. مهم جدا تكون فاهم الرسومات دي عشان تكون الامور واضحه معايا. هنا هنبدا الدرس بتاعنا اللي هو الكاردياك بروبرتيز. هنا ممكن توقف الفيديو، ولو كنت سمعت الانترودكشن معايا ابدا معايا، ولو ما كنتش سمعت الانترودكشن ارجع للفيديو بتاع الانترودكشن عشان تفهم الحاجات اللي احنا هنبني عليها الدرس بتاعنا النهارده. النهارده هنتكلم على الكاردياك بروبرتيز او اللي احنا بنسميها خصائص عضله القلب، وده اللي بيميز عضله القلب عن اي عضله تانية زي السكيليتال والسموث ماسل. ايه هما الخصائص؟ اربعه. اول واحده فيهم الاكسايتابيليتي، والاكسايتابيليتي اي كلمه في نهايتها كلمه ابيليتي معناها القابليه ليه، والاكسايتمنت هو القابليه للتحفيز. عضله القلب قابله للتحفيز او قابله انه يجي ستيمولس او محفز يخليها تعمل الكونتراكشن اللي انت بتشوفه في النهايه. ثاني حاجه من الخصائص بتاعتنا الاوتو ريزميزيتي، وهي قابليه تنظيم الايقاع الذاتي. اوتو يعني حاجه ذاتيه او خاصه بالقلب، وريزميزيتي يعني ايقاع. طيب لما بنيجي نعلق على الهارت ريت، وانت جاي كده لمريض ومسكت الراديال بالس عايز تتعلق على الهارت ريت، بتعلق عن ثلاث حاجات. اول حاجه الريت اللي هو عدد ضربات القلب، وتاني حاجه الريتم اللي هو ايقاع القلب، وثالث حاجه بتعبر عن الفورس او اللي احنا بنسميها الكونتراكشن. الريتم هو الايقاع اللي وسط المسافات اللي بين البيت. فانت لو علقت على الريت، الهارت ريت عندنا من 60 ل 100 بيت بالمينت، والافريج بتاعنا هو 70. فانت مثلا لو هتعلق الهارت ريت هتقول ان هو 70 بيت بالمينت، وتاني حاجه هتعلق على المسافات اللي ما بين كل نبضه ونبضه، هل هي منتظمه ولا لا، ريجولر ولا الريجولر. المسافات ما بين كل بيت وبيت بنسميها الايقاع او اللي احنا بنسميها الريتم. تنظيم الايقاع اللي هي المسافات اللي بين النبضات هو ده اللي احنا بنسميه الاوتو ريزميزيتي. ثالث حاجه بالنسبه لنا الكونتراكتيليتي، وهي القابليه للانقباض. الكونتراكتيليتي معتمده في الاساس على حاجه اسمها الاكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال اللي فيكم فاكر كنا خدنا الدرس ده في ثانوي، وكان الدرس ده من اصعب الدروس اللي ممكن تعدي عليك، لانه كان بيفهمك فكره ان الكهرباء تلمس العضله فالعضله تنقبض. الكهرباء دي كنا بنعبر عنها بحاجتين. الحاجه الاولى هي ان هي اول حاجه بالايونز اللي بيأثر فيها ثلاثه ايونز مهمين هنتكلم عنهم. اول واحد الصوديوم، وعندنا الكالسيوم، وعندنا البوتاسيوم. الصوديوم مهم للانقباض الكونتراكتيليتي، والكالسيوم مهم ولكن هو اهم من الصوديوم في الكونتراكشن، واخر حاجه البوتاسيوم وده مهم جدا للريلاكسيشن.
الايونز دي كانت بتعمل كهرباء بنعبر عنها بالميلي فولت، وده اللي يعرفك انها كهرباء ضعيفه جدا. وعشان كده لما حد مثلا يعني تعرض لان هو يمسك في عمود كهرباء او تتنقل له كهرباء بتكون بالفولت، وده اللي بيشغل القلب زياده عن اللزوم، وبيكون بسبب الموضوع ده يتوقف القلب وبعد كده يتوقف عن الانقباض عشان حجم الكهرباء بقى اعلى بكتير، بدل ما هو ميلي فولت اصبح بالفولت. طيب في نقطه مهمه بقى اللي بعدها اللي هي الكونداكتيفيتي، اللي هي قابليه توصيل الكهرباء. هتعرف معايا انه في حاجه اسمها الكونداكتيف سيستم اوف ذا هارت. الكونداكتيف سيستم بيتكون من اثنين رئيسيين او نوعين من مولدات الكهرباء اللي بينشئوا الكهرباء وتبدا تنتشر الى العضله كلها عشان تعمل الكونتراكشن ايه اللي انت بتشوفه في النهايه. اهم نقطه في الكاردياك بروبرتيز اللي احنا اتفقنا عليهم انك تعرف انها مايوجينيك نوت نيوروجينيك ان نيتشر. والكلمه دي معناها ايه؟ معناها انه منشا الكهرباء اللي بتحصل ومنشا الكونتراكشن اللي انت بتشوفه ناشئ من العضله نفسها، ليس ناشئ من التغذيه العصبيه للقلب. معناه ايه الكلام ده؟ نوضح اكتر. لما عملنا تجربه وجربنا ان احنا نشوف الدينيرفيتد هارت اللي احنا شايلين منه الاعصاب، لاحظنا ان القلب برضه بيستمر في الكونتراكشن وبيستمر في توليد الكهرباء. اذا الاساس في الكونتراكشن هو منشا عضلي وليس منشا عصبي. على عكس مين؟ على عكس السكيلت المصل. السكيلت المصل معتمدة بصورة أساسية على الأعصاب. أنا لو عايز أعمل كونتراكشن معين أو أعمل حركة لازم الأعصاب الأول تتحرك وبعد كده الأعصاب دي تنشر الكهربية للعضلة وبعد كده يتم الانقباض. لكن لو شلت الأعصاب من الهارت، ودي كانت تجربة عندك في الفسيولوجي على ضفدعة لو فاكر، اللي فيكم فاكر، بنشيل الأعصاب فبنلاقي برضو الكهرباء بتتولد. دي نقطة مهمة جدا جدا. طيب هنبدا بقى في حاجه اسمها الكونداكتيف سيستم اوف ذا هارت، اللي هو السيستم اللي بيوصل الكهرباء بيوصلها ازاي. من هنا عايزك تبدا ترسم معايا عشان احنا عندنا بعض الدياجرامات المهمه في الكارديولوجي، ده واحد منهم. هنبدا بقى دلوقتي نتكلم على الكونداكتيف سيستم اوف ذا هارت. الصوره اللي انت حفظتها معايا الاثنين فينتريكل والاثنين اتريك زي ما احنا متعودين، ده الرايت وده الليفت. طب في حاجه مهمه جدا جدا هتشوفها هنا دلوقتي او تركيب مهم لنقطه من اول مولدات الكهرباء اسمها الاس اي نود، او اللي احنا بنقول عليها العقده الجيبيه الاذينيه، ساينو اتريال نود. هي اللي بتنشئ الكهرباء وبتوصلها لعقده ثانيه موجوده هنا اسمها AV نود، وبنسميها AV نود اللي هي اتريو فنتريكولار عشان هي قريبه او في النص ما بين الاثنين. الكهرباء بتطلع من الاس اي نود وتمشي في حاجه اسمها انتر نودال باث واي، يعني الطريق او الباث واي اللي ما بين الاثنين نودز. ادي اول واحد، احنا عندنا كذا نوع، عندنا انتيريو وبوستيريو وميدل. مش هدخلك في التفاصيل بس الفكره واحده، الفكره ان الكهرباء تنتشر في الاتجاه ده لحد ما تروح للاي بي نود. وبعد ما تروح الاي بي نود عندنا هنا حاجه او سلك او كابل كبير بنسميه باندل اوف هيس. باندل يعني حزمه، وهيس هو المكتشف لهذه الباندل. تمشي الكهرباء في الباندل وتبدا تلف معايا حوالين الوولز بتاعت الرايت والليفت فنتركلز. البرانشز هنا اللي بدات تظهر ده اسمه ليفت باندل برانش، وعلى الناحيه الرايت اسمه رايت باندل برانش. وهتبدا تظهر معايا اسلاك صغيره هنا اسمها بيركينجي فايبرز. البيركينجي فايبرز هي اللي هتوصل الكهرباء في قلب العضله بتاعت الفنتركل. نبدا مع بعض تاني. الكهرباء بتبدا من الاس اي نود وبعد كده تنتشر عن طريق حاجه اسمها الثلاثه دول على بعض اسمهم انتر نودل باثويز، وعرفتك ان هم ثلاثه، في انتيريور وفي بوستيريور وفي ميدل. وبعد كده الكهرباء وصلت للاي بي نود، وعايزك تحفظ الجمله اللي هقولها لك دلوقتي. الاي بي نود
بتعمل حاجه اسمها ديلي للكهرباء، بتعمل تاخير للكهرباء. هنستخدم المعلومه دي بعد شويه. الكهرباء بتطلع من هنا بقوه وبعد كده تروح في كل الباثويز وتروح للاي نود اللي بتعمل لها تاخير، وبعد كده تبدا تنتشر عن طريق الليفت والرايت باندل برانش، وبعد كده انتهاء بالسيستم او الحاجات اللي احنا بنسميها بالكينجي سيستم او بالكينجي فايبرز اللي هتغذي قلب العضله. طيب كده اتمنى ان الامور تبقى هنا واضحه. في بعض المفاهيم اللي هنبدا نفهمها دلوقتي مع بعض اللي هتسهل لنا الحركه بتاعت الكهرباء دي ماشيه ازاي. في نقطه مهمه هنا عايزك تعرفها في الانرفيشن اوف ذا هارت، ازاي بيحصل التغذيه العصبيه للهارت. انت عارف ان هنا في السي نود وهنا الاي بي نود. انا فين؟ انا في الرايت اتري. طيب لو فاكر معايا ان الهارت كان سبلايد بحاجتين، سيمباثيك وبارا سيمباثيك، والسيمباثيك ده اللي مسؤول عن الانفعال والغضب وزياده ضربات القلب والكلام ده كله، والبارا سيمباثيك كان بيغذيه ممثله عن البارا الفيجاس نيرف. الفيجاس نيرف هو اللي كان هيهدي ضربات القلب. وفي نقطه هنا مهمه، انا قلت لك ان الكهربيه مايوجينيك، بمعنى انه التغذيه العصبيه سواء بالزياده او بالنقصان هي عباره عن كنترول اونلي، كنترول اونلي للبروبرتيز كلها ولكن ليس انيشيشن. الانيشيشن جاي من منشا القلب نفسه. عايزك تفتكر انه كان في الفيجاس نيرف اللي هو رقم 10 من الكرينيال نيرفز، وكان ده الوحيد اللي بيعدي الكرينيال كافيتي ويعدي لحد الاستومك، وعشان كده سالك طريقه لوحده سميناه الحائر او الفيجاس، وهو ماشي بيدي تو برانشز رايت وليفت. الرايت بيغذي الموست رايت اللي هي الاس اي نود، والليفت هيغذي الليفت في الجزء الرايت اللي هي مين؟ اللي هي الاي بي نود. طيب عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك انه هنا تفهم خصائص انه ازاي الفيجاس بيهدي ضربات القلب عن طريق ان هو بيأثر على مولدات الكهرباء نفسها. طيب ده اول طريقه من طرق الديلي. تاني طريقه انه حتى لو البارس اللي فاتت ما عملش حاجه، هنا في ناتشورال ديلي، في حاجه طبيعيه ربنا خلقها هنا تهدي الكهربيه شويه من هنا لهنا. طيب ايه فايده الديلي الاولاني اللي انا ممكن اعمله للبارس اللي فاتت، او الديلي التاني اللي انا بعمله ناتشورال؟ الهدف انه القلب بياخد وقته في الفيلنج وفي الكونتراكشن. ازاي؟ لما يكون الدم وصل هنا، انت عارف ان هو انقباض بيحصل الاثنين اتريوم وبعد كده الاثنين فنتريكل، اتريوم فنتريكل، ديب 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 ديب. ده بيحصل ازاي؟ الدم هنا اتملى، الكهربيه هتبدا تروح للفنتريكلز، لازم اهدي الفنتريكلز شويه عشان يبدا يملى دم وبعد كده يعمل الضخ اللي انت بتشوفه في الصوره. فهنا خد وقتك، الحركه بتاعت يعني توقيف الوقت او التاخير دي بتحصل من الاي بي نود عشان الفنتركلز تعمل ايه؟ تكون اتخلصت من الدم اللي كان جواها من الدوره اللي فاتت، وعشان تبدا تعمل فيلنج بالراحه. طيب دي النقاط المهمه بالنسبه لنا في الكوندكتيف سيستم. هعيده بسرعه، اس اي نود بيطلع الكهرباء تمشي في الانتر نودال باثوي للاي بي نود، وفي الاي بي نود ما تنساش ان بيحصل ناتشورال ديلي، باندل اوف عم هس، وبعد كده نلف في الاتجاهين. لو انا على الناحيه الليفت اسمي ليفت باندل برانش، لو انا على الرايت اسمي رايت باندل برانش، وعندي تداخلات من البركنجي فايبرز. طيب حاجتين بيعملوا ديلي ما تنساهمش، اول حاجه الفيجاس نيرف بالرايت والليفت، وعندي الناتشورال ديلي بتاع الايفي نود. طيب في نقطه بقى مهمه دلوقتي عايزين نفهمها، المصطلح اللي انت هتقراه في الكتاب بتاعك اسمه بيس ميكر اوف ذا هارت. دي اهم كلمه عايزين نطلع بيها النهارده. ايه هو البيس ميكر اوف ذا هارت؟ لو ترجمت كلمة بيس ميكر هتلاقيها منظم إيقاع. الكلمة دي معناها منظم الإيقاع. طيب مين اللي يستاهل يتقال عليه كلمة بيس ميكر؟ الأعلى إيقاع أو الأعلى كهربية، ركز في الكلمة دي، وتاني حاجة إن القلب بيتبعه. يبقى إذا البيس ميكر ده لازم يتوفر فيه صفتين، أول صفة إن هو أعلى إيقاع، وكلمة إيقاع دي المقصود بيها أعلى كهربية. وتاني حاجة بقية القلب أو عضلة القلب كلها إيه؟ يتبعه. طيب لما بصينا على الكوندكتيف سيستم اللي أنت حفظته معايا، اس اي نود، اي بي نود، وبعد كده الباندل اوف اس، وبعد كده اللفة اللي أنت حفظتها، لقينا إن الأعلى إيقاع هو الاس اي نود.
او اللي احنا بنقول عليه اختصارا اس اي ان. الاس اي ان دي طلعت الاعلى ايقاعا، بتدي ايقاع من 90 ل 120 بيت برمينت. وبصينا على الاي بي نود لقيناها الايقاع بتاعها تقريبا من 60 ل 100 بيت برمينت. وبعد كده بصينا على الباقي لقينا انه عندنا الليفت والرايت باندل برانش بيدوا ايقاع اقل شويه. البركنجي عايزك تحفظها من 35 ل 40 بيت برمينت. لما بصينا في الارقام دي لقينا ان مين الاعلى ايقاعا هو الاس اي نود. الاس اي نود عشان كده استحقت ان هي تكون البيس ميكر اوف ذا هارت. طيب ايه اهميه الكلام ده كلينيكالي؟ تعال نقول انه في واحد حظه وحش جدا، طلع عليه واحد بسكينه وراح ضربه في الرايت اتريوم. ضربه فين في الرايت اتريوم؟ ضربه في مكان الاس اي نود اللي هي المنظم الكهربيه بتاع الهارت. لما ضرب المنظم ده هل خلاص الشخص ده هيموت؟ لا. مين اللي يمسك الدفه بعده؟ الاعلى ايقاعا. ففي الحاله دي الاي بي نود اصبحت هي البيس ميكر اوف ذا هارت. طيب اسرح معايا شويه بخيالك ونقول ان واحد حظه اوحش، اللي جاي يضربه بسكينه ده مذاكر اناتومي كويس وضربه في الاس اي نود وبعد كده راح ضربه في الاي بي نود. مين اللي يمسك الايقاع؟ اللي يمسك الايقاع البركنجي. مش محتاج اقول لك، هنسرح بخيالنا شويه واقول لك ان اتضربت كمان معاه البركنجي. من رحمه ربنا سبحانه وتعالى انه حتى الاتريوم والفنتريكلز لوحدهم ليهم ايقاع. الاتريوم تقريبا 40 والفنتريكلز عندنا تقريبا من 25 ل 40 بيت برمينت. هل ده سفيشنت للحياه؟ ليس سفيشنت للحياه، مش كافي للحياه، ولكن يلحقك 3 4 ساعات. اي نعم بتعاني والجسم مش واصل له دم اوكسجينيتد، ولكن يلحقك على ما يجي لك الدكتور ويعمل لك ايه؟ ونعمل لك حاجه اسمها انسرشن لجهاز جديد اسمه البيس ميكر. ان احنا هنعمل لك احنا بيس ميكر اعلى يرجعنا للارقام بتاعتنا. طيب نقطه ثانيه مهمه، من هو البيس ميكر؟ هو الاعلى ايقاعا والقلب يتبعه. اكتشفنا بعد كده انه اللي يستحق ان يكون هو البيس ميكر هو الاس اي نود من 90 ل 120. بس في نقطه، فاكر لما انا كنت بقول لك ان الهارت ريت بتاعنا من 60 ل 100 افريج 70، مين اللي وصلني للرقم ده رغم ان انا بادئ بفايرنج ريت اعلى بكتير؟ حاجتين زي ما انت بتقول. اول حاجه مين؟ الفيجاس، ده اول ديلي. تاني حاجه انا عندي ناتشورال ديلي هنا اللي هو الاي بي نود ديلي. دي نقطه مهمه جدا لازم نعرفها. اتفقنا؟ مش محتاج كل الفايرنج ده، محتاج اهدي شويه ضربات القلب عشان تبقى في الريت اللي انت حفظته. طيب هنا نكون خلصنا المهم في الكوندكتيف سيستم. انت كده فهمت الكهربيه طالعه منين ورايحه ازاي، واول ما بتوصل للاتريوم ينقبض يحصل شويه ديلي، وبعد كده نوصل للفنتريكل ينقبض، وبعد كده تبدا الدوره زي ما انت عارف، سواء دوره دمويه الصغرى او الكبرى اكوردنج للرايت ولا ليفت. من هنا هنبدا بقى نتابع مع بعض واحده واحده في المنهج. بعد ما هضمنا الجزئيه اللي فاتت اللي هي الاوفر فيو على الكاردياك بروبرتيز ايه هم، وان هم مايوجينيك ان نيتشر، اتفقنا بعد كده انه 4 خصائص عندي. طولنا شويه عند الكوندكتيفيتي وقلنا ايه هو الكوندكتيف سيستم. مهم جدا دلوقتي قبل ما تبص على صفحات الكتاب وترتيبها تكون عارف دايجرامين مهمين جدا خاصين بالاكشن بوتنشال او الكهرباء ماشيه ازاي والكهرباء بيتم التعبير عنها ازاي. لما نيجي نبص على الاكشن بوتنشال بنلاقي ان الاكشن بوتنشال اوف ذا هارت بيتقسم لحاجتين. اول حاجه واكتر حاجه في عضله القلب اللي هما النون بيس ميكر سيلز، وتاني حاجه عندي اللي هي البيس ميكر سيلز. وهنا اللي بنقصد بيه البيس ميكر غالبا بنكون قاصدين الاس اي نود والاي في نود، لكن النون بيس ميكر اللي هو باقي القلب غالبا اللي هو الكهرباء ازاي ماشيه في الاتريوم وبتنتقل ازاي للفنتريكلز. هنرسم دايجرامين دلوقتي، يفضل انك انت تبدا ترسم معايا، وهنبدا باكتر حاجه اللي هي النون بيس ميكر اكشن بوتنشال. لو عملنا الاكس والواي عشان نرسم الدايجرام بتاعنا، هبدا هنا من سالب 90 ملي فولت. من هنا يبدا الاستيمولس يبدا ينشئ كهرباء. همشي ازاي؟ هتشوف عندي ان النون بيس ميكر بنسميه
الشكل اللي انت شايفه ده وماشي بالطريقه دي. خمسه ستيجز، لكن الترتيب هيبقى غريب شويه. زيرو والمنطقه دي اسمها واحد، والستيج دي او المنطقه دي اسمها اثنين، ثلاثه، واخر حاجه الريستنج لما انزل لتحت اسمها اربعه. طيب في سؤال مهم جدا، لما هم خمسه ستيجز ليه ما قلتش واحد اثنين ثلاثه اربعه؟ ليه بدات من زيرو واحد اثنين ثلاثه اربعه؟ في نقطه مهمه جدا، وسجل الكلام ده وانت بترسم معايا، كان المؤلف حب ينبه على ان زيرو هو الوحيد الاسندنج ليمب، هو الوحيد التصاعدي، لكن بدايه من هنا هتبدا تلاحظ ان انا يا اما بنزل يا اما ثابت يا اما برضو بنزل او ثابت. يبقى اذا دي نقطه مهمه جدا في الترقيم او الاسماء بتاعتنا، زيرو هو الوحيد الاسندنج، لكن عندنا من واحد لحد اربعه مختلفين. ماشي، نقطة مهمة جدا. نبدأ بقى نقول الأسامي أو إيه اللي حصل عشان نعمل الخمسة ستيجز الكهربية. أول حاجة حصلت بالنسبة لي إن الصوديوم دخل بقوة واندفع فعمل الشكل اللي أنت شايفه، إن الكهرباء فجأة طلعت بسرعة. هنا وصلت لحد موجب 20. طلعت بسرعة من سالب 90 لحد موجب 20 بقوة اندفاع الصوديوم، فالمرحلة دي الرقم بتاعها زيرو وهسميها الرابد ديبولاريزيشن. طيب قبل ما اكمل كلمة رابد ديبولاريزيشن، عارف ان في بعض الناس بتتلخبط ما بين الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن. هنكتب هنا على جنب بعض المصطلحات عايزك تحفظها معايا. لو انا قلت لك كلمة ديبولاريزيشن، اكتب انها تساوي كلمة contraction وتساوي كلمة سيستول عشان انا في القلب، وتساوي كلمة pumping اللي هي عملية الضخ. يبقى انا لو قلت اي كلمة منهم تساوي الاخرى. طيب لو انا قلت لك repolarization، اكتبها لك بالطريقة دي، تساوي كلمة rest عشان ما تنساهاش تاني، تساوي كلمة دايستول، وفي النهاية تساوي كلمة فيلينج، لأن الوقت اللي أنا ما بعملش فيه كونتراكشن بكون بملى. يبقى إذا ريبولاريزيشن تساوي ريست، وافتكر إن هما الاثنين ار اي البداية بتاعتهم. لكن هنا أنا عملت وكأن الصوديوم فتح الباب بقوة وعمل بسرعة بوزيتيف ويف زي ما انت شايف طالع لفوق بسبب دخول الصوديوم بسرعه. الستيج زيرو قلت لك هي الوحيده الاسندنج ليمب، واسمها هيبقى رابيد ديبولاريزيشن او رابيد كونتراكشن. وصلت لحد موجب 20 زي ما اتفقنا وهبدا انزل. طيب ايه سبب النزول؟ في حاجه حصلت في الخليه او خليه القلب، اللي حصل انه الصوديوم الشانلز بدات تبقى كلوزد تقفل، ودي اهم نقطه. لما بدا الصوديوم يخش بقوه وصلت لحد ليفل معين وبعد كده بدات الصوديوم شانلز تقفل بدات انزل. طيب النقطه الثانيه اللي انا عايزك تعرفها ان انا بعد ما نزلت بفتره بسيطه رحت عملت حاجه اسمها بلاتو فيز، والبلاتو دي اسمها فتره الثبات. فتره الثبات بدا يحصل حاجه جديده، ان بدا الكالسيوم يدخل. ولو فاكر من الانترودكشن كنت قلت لك الكالسيوم والصوديوم مهمين جدا لموضوع الكونتراكشن. الكالسيوم بدا يدخل فالمفروض الكيرف يبقى عالي، ولكن في نفس الوقت بدا يخرج البوتاسيوم وحصل بالانس ما بين الاثنين، فالرسم الكهربي طلع بالنسبه لي ثابت او اللي احنا بنسميها بلاتو. يبقى اذا الستيج 2 اسمها البلاتو، سببها هو دخول الكالسيوم بسرعه وخروج البوتاسيوم بسرعه. تمام، بدات انزل هعمل ايه؟ هعمل ريبولاريزيشن او الكلمات المساويه اللي هي الريست او الدايستول او الفيلينج. ايه اللي عمل الريبولاريزيشن؟ هي عمليه خروج
البوتاسيوم ويفضل يخرج البوتاسيوم لحد ما انزل للستيج 4 اللي انا بسميها الريستنج ميمبرين بوتنشال. طيب هراجع معاك بسرعه الرسمه دي ككل اسمها ايه؟ اسمها نون بيس ميكر اكشن بوتنشال. الكهرباء بتحصل ازاي؟ بتمشي في 5 ستيجز. الاسباب هنبدا ننوعها من الثلاثه ايونز بتوعنا. البدايه سالب 90 دخل الصوديوم بسرعه وبقوه كانه كسر الباب، طلع بسرعه الاكشن بوتنشال او الكهربيه بتاعتي وصلت لحد بوزيتيف 20 وبعد كده بدات تنزل، وطالما بدات تنزل يبقى انا عملت ريبولاريزيشن. تمام؟ لما عملت ريبولاريزيشن الصوديوم شانلز بدات تقفل وبدا يفتح حاجه جديده جدا اللي هي الكالسيوم، بدا يعمل ايه؟ يدخل جوه عضله القلب. فالمفروض ان انا كنت اشوفها عاليه شويه، ولكن في نقطه البوتاسيوم بدا يخرج وعشان كده كاني قاعد اشد الكيرف لفوق ولتحت في نفس الوقت، فاللي حصل فتره من الثبات سميتها البلاتو او فتره الثبات، ودي سببها ان الكالسيوم بيخش والكالسيوم بيخرج. وبعد كده لما بدات هنا انزل واعمل ريبولاريزيشن الكالسيوم تشانلز خلاص كلها قفلت وبدا بس اللي يخرج هو البوتاسيوم لحد ما نجحت للريستنج ميمبرين بوتنشال. دي نقطه مهمه جدا عشان تفهم النون بيس ميكر اكشن بوتنشال. لو انا هعملها بطريقه الزونز هقول لك ان الزون دي استخدمت فيها الصوديوم، والزون دي اكتر استخدمت فيها الكالسيوم، والزون دي استخدمت فيها البوتاسيوم. دي بطريقه الزونز انا كاني قسمتها لثلاث مناطق. طيب ايه اهميه الكلام ده؟ اهميه الكلام ده عشان تعرف الايونز بتاثر ازاي في الكونتراكتيليتي بتاعه الهارت. بعد ما خلصنا الرسمه دي وفهمنا كل نقطه ايه سببها، مهم جدا انك انت تفهم معايا البيس ميكر اكشن بوتنشال. البيس ميكر اكشن بوتنشال وده اللي احنا بنتكلم فيه في الاس اي مود والاي بي مود. نفس الفكره هعمل الاكس والواي، ولكن عايزك تعرف نقطه مهمه جدا اني انا المره دي هبدا من سالب 60. ليه بدات من سالب 60؟ هسال نفسي سؤال، اول قاعده خدناها في الاحياء زمان ان التركيب او الشكل يناسب الوظيفه. طيب لما انا يكون عندي تركيب مختلف او كهربيه مختلفه ايه اللي انا عايز اوصل له؟ اسال نفسي سؤال، انا ايه الفانكشن بتاعتي كاس اي نوت؟ هل ان انا هعمل كونتراكشن ولا ان انا هعمل فايرنج؟ هتلاقي ان الاجابه ان انا مخصوص ان انا هعمل فايرنج اللي هيروح للنون بيس ميكر عشان يعمل الكونتراكشن. طيب طالما انا الوظيفه بتاعتي فايرنج بس موضوع كهربيه، اذا انا محتاج اللوب بتاعتي او الدوره بتاعتي تكون قصيره. بدل ما انا بنزل لحد سالب 90 ببدا من سالب 60 وارجع بسرعه، ابدا من سالب 60 وارجع بسرعه. طيب فاكر الزيرو اللي احنا قلنا عليها؟ انا لو كنت شرحت لك البيس ميكر قبل النون بيس ميكر اكشن بوتنشال كنت هتتلخبط، لكن دلوقتي لما انت حفظت ايه الزيرو، يعني حاجه بوزيتيف دي الاسندنج ليمب، وبعد كده عرفت انه عندي واحد، وبعد كده بلاتو، وبعد كده ثلاثه، وبعد كده ريستنج اربعه. هنا عايزك تحفظ الرقم بتاعنا اللي هو 403. ايه هي 403؟ هيبدا عندي حاجه بسيطه جدا اسمها اربعه. فيز اربعه، لو فاكر اربعه كانت في النون بيس ميكر كانت ريستنج، كانت على الارض. لكن هنا انا ما ينفعش ابدا من الريستنج، انا شغلتي اني اعمل فايرنج مستمر، فببدا بالراحه بيسموه بري بوتنشال. يعني ما قبل الاكشن بوتنشال. فانا بدات باربعه، حاجه خفيفه، بدل ما انا ريستنج هناك، لو انت فاكر الرسمه بتاعتنا، انا كنت هنا ريستنج بتساوي بالارض، لكن هنا هبدا بالراحه عشان محتاج ان انا كل شويه ايه؟ اخش في اكشن بوتنشال. طيب بعد ما عملت البري بوتنشال هعمل الزيرو، لو انت فاكرها الزيرو كانت الاسندنج، اربعه بري بوتنشال، وبعد كده الرابيد دي بولاريزيشن، وبعد كده الرابيد ري بولاريزيشن، وبعد كده ابدا اعمل ايه؟ ابدا دوره كمان وهكذا. انت كده فهمت معايا يعني ايه 4 0 3؟ انما لو شرحتها لك من البدايه زي ما بيحصل للاسف في بعض المحاضرات هتلاقي الدنيا متلخبطه معاك. انت كده فهمت النون بيس ميكر وطبقت الكلام ده على البيس ميكر.
طيب في البيس ميكر في شويه اختلافات. اول اختلاف الناس اللي مركزه معايا الكهربيه، انا بدات منين؟ بدات من سالب 60، انما هناك بدات من سالب 90. في نقطه بقى للاوائل ودي اهم نقطه، ان احنا لما بوصل من سالب 60 واعلى بالكهربيه شويه لنهايه البري بوتنشال اللي هي 4 وهروح لسالب 40، الجزئيه دي بقسمها لنصين. النص الاول اللي هو لحد سالب 50، والنص اللي بعد كده من سالب 50 لسالب 40. اللي حصل هنا في النص الاولاني هو دخول الصوديوم، واللي حصل بعد كده في النص الثاني هو دخول الكالسيوم. ركز معايا، وفي نقطة مهمة جدا هنا قبل ما نكمل شرح في النقطة دي عايز افكرك بيها، ان الكالسيوم تشانلز في الجسم نوعين، واحدة اسمها ال تايب ودي اللي احنا بنسميها لونج لاستنج تايب، وعندي نوع تاني اسمه ترانزينت تايب وده اقل اهمية. نقطة بقى للناس اللي مركزة، ال ال تايب هو الاهم وهو ده اللي بيشتغل عليه كل الادوية اللي احنا هناخدها في الفارما. كل الادوية اللي بتشتغل في الفارما على القلب زي ادوية الضغط مثلا، عندي حاجة اسمها كالسيوم تشانل بلوكرز. الكالسيوم تشانل بلوكرز بتقفل ال ال تايب لان هي دي الاهم وهي دي اللي بتأثر في الاكشن بوتنشال. طيب لو انا قلت لك ان هنا في كالسيوم بيدخل وهنا في كالسيوم برضه بيدخل، لو فاكر ده تاني اختلاف مهم، الزيرو في النون بيس ميكر كان اللي بيسببها هو دخول الصوديوم المفاجئ، انما هنا اللي هيسببها دخول الكالسيوم المفاجئ. لكن في فرق ما بين النوعين، الكالسيوم اللي يدوب عمل حاجه بسيطه زي كده بيكون من التي تايب اللي هي ترانزينت تايب، بينما الكالسيوم اللي دخل في مرحله الزيرو هو بيكون اللونج لاستنج تايب. دي اهم كلمه بتيجي في الام سي كيو، اول اختلاف البدايه بتاعتي. تاني اختلاف ان الزيرو نفسها نفس الفكره، هي كلها رابد ديبولاريزيشن، ولكن السبب في النان بيس ميكر حاجه وهنا بيس ميكر حاجه. الكالسيوم مهم جدا زي ما قلنا للكاردياك كونتراكتيليتي. كان بيجي سؤال ام سي كيو يقول لك دايما لو انت هتختار ما بين الاثنين، كان يجيب لك اربع اختيارات ويبقى في الاختيارات كالسيوم وصوديوم. الاجابه هي دايما الكالسيوم لانه دايما اهم لانقباض القلب. بعد كده اعتقد هنا الدنيا واضحه، ثلاثه نفس الفكره هو خروج البوتاسيوم. بكده نكون خلصنا اثنين من اهم الدياجرامات عندنا في المنهج، وانت كده جاهز اني انا لما اقرا معاك حاجه او اوصل لك فكره من باراجراف تكون متخيل الرسومات دي، اتمنى تكون رسمتها معايا. طيب اخر اختلاف وده اللي يهمني بجد وده اهم حاجه بتيجي في الام سي كيو، اللي انا ما عنديش مين، انا عندي 0 و3 و4 نو فيز 1 نو فيز 2، يعني مفيش ايه؟ مفيش بلاتو. دي اهم كلمه، البلاتو عدم وجوده هنا. ايه اهميه البلاتو في النان بيس ميكر؟ انها كانت تدي وقت للقلب انه يعمل كونتراكشن وياخد وقته ويعمل فيلنج كويس، وفي نفس الوقت ان هو ما تتاثرش وظيفته. لكن المهم بالنسبه لي هنا في عدم وجود البلاتو، البلاتو مش مخليني عايز اخد وقت، انا مش عايز اضيع وقت في حاجه، انا عايز اعمل فايرنج وبعد كده فايرنج وبعد كده فايرنج عشان ادي النان بيس ميكر. يبقى اهم اختلاف جوهري النان بلاتو، البلاتو موجوده في البيس ميكر، في النان بيس ميكر عفوا، وهنا البيس ميكر فيها مفيش وجود للبلاتو عشان اعمل فايرنج اسرع. تاني اختلاف ان انا البدايه بتاعتي كانت من سالب 60 وهناك كانت سالب 90. طيب وبعد كده الاختلاف الجوهري المهم اللي ما ينفعش تنساه اللي هو الكالسيوم والتشانلز بتاعه الكالسيوم. كده احنا خلصنا الدياجرامات المهمه وجاهزين نشوف الباراجرافس بتاعه الكود.